السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تعالوا النهاردة نفضفض شوية في حياتنا الزوجية، ونقف على بعض الأخطاء اللي احنا بنقع فيها، سواء بتقع فيها الأخت المسلمة الزوجة أو بيقع فيها الزوج أو بيقع فيها الأهل. وفضل الله عز وجل ستكون يعني هذه الحلقة فيها نوع من الإثراء بمعلومات جديدة لعلها في فهم طبيعة الرجل وفهم طبيعة المرأة، وكيف يتعامل الزوج مع الزوجة من الناحية النفسية، لا أقصد بذلك الناحية الشرعية ولكن من الناحية النفسية. أنا عايز أقول، تعالوا نقوله سريعا كده، هل يمكن للمرأة أن تغير من طباع الزوج؟ أنا بقالي سنوات بقول له تغير تغير تغير، ما بيتغيرش. وزوجي يقول لها ده انت نجوم السماء قرب لك، وانا هعيش كده وهفضل كده وهموت كده ولو عجبك. نسمع الكلام ده كثيرا جدا جدا جدا، وما في مشكله من المشكلات الزوجيه اللي بتعرض علينا او على غيرنا الا في الغالب ان الكلام ده يقال. ان انا عملت معاه محاولات تغيير مره واثنين وثلاثه واربعه والف ومش عاوز يتغير، عاوز يفضل زي ما هو كده. انا عايز اقول يا بنتي، وده مفتاح من مفاتيح سعادتك الزوجية، تقبلي زوجك بمحاسنه وعيوبه. القبول شرط أساسي للألفة والمودة بينك وبين زوجك. مفتاح سعادتك الزوجية تقبلي زوجك على ما هو فيه، بعاداته وتقاليده وفهمه وطريقته، ما لم يكن الخطأ متعلق بالديانة أو بالأخلاق، بالدين والخلق. اقبلي زوجك على ما هو فيه، امنحي زوجك شعور بالحب المطلق واغمريه بالود. ركزي على إيجابيات الزوج، ما تركزيش على سلبياته ولا اللي مضايقك. فالرجل عندما يشعر ان زوجته ما بتحبوش، وده بيصل إليه لما تقول اتغير اتغير بطل كفاية مش عارف ايه، مثل هذا الكلام الذي يقال من النسوة، يتولد لدى الزوج شعور بالعناد وبمواصلة السلوك اللي انت مش عاجب حضرتك في تصرفاته واللي انت معترضة عليه. ففكر قبول الزوج كما هو زي بحالته كده، بعيوبه كده، بمحاسنه كده، ما بتعترضش ابدا مع فكرة التطوير والتغيير. إنما لو تعاملت مع زوجك أبو أولادك كصديق، بتحط إيدك في إيده لتصل بفضل الله عز وجل إلى بر الأمان، إلى طريق العلياء والرقي والمودة والسكن والرحمة بينك وبينه، وما بتعاملش الزوج على إن طفل صغير، لأن ده اللي بيصل لقلب الزوج، عاوزاه يتغير. الترجمة اللي عند الزوج هو أنا مش متربي، محدش علمني، محدش رباني، محدش أدبني، هو أنا طفل صغير طول اليوم اتغير اتغير اتغير، مالش متغير لو عاجبك، مش عاجبك يضرب دماغك في الحيط. فمعنى ذلك إن دي من أخطاء، من الأخطاء الكبيرة جدا اللي بتقع فيها النساء. اتغير 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 اتغير، اقول لك انا مش متغير اذا كان عاجبك وانا كده وحالي كده. عشان كده بقول لحضرتك يا اختي، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، اقبلي الزوج
على ما هو فيه، واعرفي ان انت مختلفه عن انت الرجل والمراه كائنان مختلفان تماما، بالذات من الناحيه النفسيه، ونجاحك في حياتك الزوجيه بيترتب على فهم الزوج، ويترتب على فهم الزوجه لطبيعه زوجها. افهمي زوجك وهو يفهمك، وافهمي من طبيعه الرجال ان انت لما بتدفعيه الى التغيير ما بيتغيرش. زوجك ليس انت ولا اباك ولا اخاك، بل هو رجل اخر له سمات مختلفه عنك وعن غيرك، ولو صفات مختلفه عن جميع البشر، فتقبلي كما هو وتعاملي معه بإيجابية، ولا تطلب من الزوج أن يغير اللي اعتاده من سنوات، خاصة فيما يخص العادات والتقاليد. هضرب مثال صغير قد كده. زوجك اتربى في بيت أمه على أنهم بيحطوا العسل الأسود مع الطحينة مع بعض في طبق واحد. فزوجه أول الزوجة أول ما شافته وقالت له: إيه القرف ده؟ وحد بيعمل كده؟ آه، في ناس كتير بتعمل كده. انا بعمل كده. طب انت حضرتك لو انت فاهمه ان الزوج مش هيتغير بالكلام اللي انت بتقوليه، هتتقبليه كما هو، هتعملي ايه؟ هتروح تجيبي طبق تاني، حط فيه شويه طحينه، حط فيه شويه عسل، وقصه منتهيه. ولكن وخلطوا على بعض، هو حر في تصرفه. زوجي بيحب يمشي في الشقه حافي من غير حاجه في رجليه. انت تتجنني لما تشوفيه كده. الاولاد يتعودوا على كده. ايه المصيبه يعني اللي وقع فيها؟ تقبلي يا بنت زوجي بعاداته وتقاليده ومحاسنه وعيوبه، طالما الامر بعيد عن الدين وعن الاخلاق. يعني الزوج لا يصلي، لا اطلبي تغيير، وقفي معاه. بس وكيف يكون التغيير؟ هو انت مش سامع العصر؟ هيقول لك: وانت مال اهلك انت؟ اسف جدا. وانت عامل ايه فيها شيخه؟ ده امر بيني وبين ربنا، انت مال حضرتك؟ امال التغيير يكون ازاي؟ حبيبي هستاذنك او ما توضى بس وصل العصر، لان سمعت الاذان من شوي. يا سلام على الجمال. ربنا يا رب يجمعني انا وانت في الجنه يا رب على سرر متقابلين. جميل جدا. يا سميه يلا حبيبه قلبي البسي الحجاب بتاعك عشان نصلي انا وانت. حاضر يا امي. وانت تصلي بيا امام ما شاء الله عليك. أصدق يا أبو إبراهيم الولد ابنك اللي عنده 7 سنوات ما شاء الله عليه وحافظ على صلاة الجماعة، اللهم بارك، ربنا يبارك لنا في ابننا ويحافظ عليه ويجعله من الصالحين بطريق غير مباشر. أما تغير 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 يا بنت مش هيتغير. فزوجك ليس أنت ولا أباك ولا أخاك، اقبلي زوجك على ما هو فيه، لأن طبيعة زوجك ده له سمات مختلفة تماما تماما عن سمات الآخرين. طيب، ده كلام جميل. النقطة الثانية، الرجل بيحتاج من المرأة ايه من الناحية النفسية؟ يحتاج الرجل الى الاحترام والتقدير اكثر من حاجة المرأة لذلك. يعني زوجك راجع من الشغل، واجب عليه يشتغل ويجيب فلوس ويصرف عليك معاك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله. ده كلام جميل. بس شايفه زوجك جاي شايل شنط وتعبان وعلى اخره، ما ينفعش في الوقت ده تقولي له كلمه تقدير: حبيب قلبي حمد لله على السلامه، البيت من غيرك وحش، ده انت تعبان طول اليوم عشاننا، مع انه واجب عليه ينفق، بس في الوقت ده زوجك محتاج تدعيم نفسي. ما تقوليش له ما كل يقولك انا تعبان جدا وظهري ورجلي ومفاصلي ودماغي مشغول ومصدع من الشغل وجسمي هلك وتعبت. قال: لا، امال هناكل منين؟ ما انت لازم تشتغل. ما كل الرجاله كده، لو ادالك بنيه في وشك يبقى جزاه الله خير. غلط اللي انت بتعمليه، غلط اللي انت بتعمليه. فالرجل يحتاج الى الاحترام ويحتاج الى التقدير اكثر من الحب. والله العظيم فعلا فعلا. يبقى يحتاج الى الاحترام والتقدير اكثر من حاجه المراه لذلك. فتلتقي الراجل حساس جدا، تجرحه اي كلمه قد تسبب خدشا لرجولته. لما تقول له ما كل الرجاله بيعملوا كده وكشر وشك كده،
كل الرجالة بيعملوا كده. ما انت واجب عليك هتشتغل، اما لا تقعد في البيت زي النسوان. يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى المرأة ان تبتعد عن كل ما من شأنه الانتقاص من حق الرجل او من احترام الرجل او ما يمكن ان يشعره بذلك، ولتعلم ان الرجل قليل الاعتذار عما يبدر منه من اخطاء. لان كثير من الرجال او غالب الرجال بيعد الاعتذار احد وسائل الانتقاص من الرجوله. هي مش كده، بس الرجل بيحسبها كده. عشان كده بقول لحضرتك، لو حصل مشكله بينك وبين زوجك وقال لك ما يؤذيك، الاعتذار له اشكال، وقلنا الكلام ده في لقاء فائت. الاعتذار له اشكال كثيره. ممكن يطبطب عليك ويقول لك سامحيني ما تزعلش مني، ده اعتذار. مش لازم اقول لك انا اسف، اي ام سوري، مش لازم اقول كده. ممكن يطبطب بس عليك ويقول لك سامحيني انا اخطات في حقك وتسرعت في الحكم، او يقبل دماغك وتقول له اهي بوسي الكريمه، ها قبل دماغك، او يجيب لك هديه، او يقول لك اعملك شيء معايا. هو بيفتح مجال معاك حوار، او يعمل سندوتشات واكلك بايده، او ينزل السوبر ماركت يجيب لك حاجه انت بتحبيها، او يروح الصيدليه يجيب لك منوم عشان يعني يديلك علقه ولا حاجه. المهم اي حاجه عاوز اقول ايه، اي سبيل او اي وسيله من وسائل الاعتذار. فمش لازم اقول لك انا اسف، ومش لازم زوجتك تقول لك انا اسف على اللي حصل مني، وتيجي تعتذر باللغه العربيه واللغه الانجليزيه والفرنسيه كل اللغات. الاعتذار له طرق كثيره جدا. فانا عايز اقول للزوجه ان الاعتذار بيبقى صعب جدا على قلب الرجل، لان كثير من الرجال بيعتبر ان ده انتقاص من رجولته. لذلك كان على الزوجه ان تعذر زوجها في هذا الامر من ناحيه النفسيه، اعذريه في الحته دي وتسامحي معاه، خصوصا اذا كان الوقع الخطا اللي وقع فيه غير متكرر. ودي من صفات المراه الودود، ودي من مؤهلات المرأة الودود اللي قاله سيدنا النبي في الحديث: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال كل ودود ولود. إذا غضب أو أسيء إليها، إذا غضب زوجها أو أسيء إليها، قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أنام حتى ترضى. مش يبقى هو نايم وحاطط ظهره ليها والاتنين كده وزعلان منها وتقول له تفلق بينها وبين نفسها، ده انت طلعت امر من العيال، ده انا ما صدقت ان انت بعدت عني. يا بنتي ما يصح، انت امراه ودود تتوددي الى الزوج وتتحببي اليه، حتى لو ان هو اللي ظلمك تمثلي نساء اهل الجنه. فالمراه بصفه عامه يا جماعه بيسهل عليها الاعتذار بخلاف الرجل، وده امر فطري. والمراه بيبقى سهل ده عليها ليه؟ لان طبيعه المراه بتحب كسب ود الاخرين، بخلاف الرجل الذي لا يعول على هذا كثير. فعلى المرأة ان تعرف ان هي عشان تساعد زوجها كويس، ومن اجل انها تدعم زوجها، اعرف ان زوجك يحتاج الى التقدير، ويحتاج الى الاحترام، ويحتاج ان انت تدفعي زوجك الى الامام دفعا. طيب، الرجل والمرأة يا جماعة نقطة ثالثة، كائنان مختلفان. نجاحهم في الحوار بيتوقف على فهم كل منهما للاخر، لطبيعه الاخر. زوجك ليس انت، ولا ابوك ولا اخوك ولا اخاك ولا ابك. زوجك مش حضرتك، لازم تفهمي دماغ زوجك وهو يفهم دماغك. هضرب مثال يسير قوي للرجال. المراه تعتريها فترات لا تشعر فيها بالأمان في حياتها الزوجية، وغالبا ما يأتي هذا الهاجس عند النساء، ولما تثير حاجة فيها الموضوع ده بيكبر معها جدا، هو الشعور بعدم الأمان. ولو أنا بسمعني دلوقتي 10,000 أخت مسلمة، الإحصائية هتقول أن تقريبا 80% من النسوة يشعرن بهذا الشعور بسبب او بدون سبب. بياتيها هاجس كده في دماغها، او الحدس بالنسبه للمراه اعلى من الرجل، توقعات يعني،
ان هي تحس بالشعور بعدم الامان في حياتها الزوجيه، وبالذات لو الزوج عمل حاجه تثير هذا، كلم واحده في التليفون، بعت رساله لحد، شعورها بعدم الامان بيتملك كل كيانها، ما بتحسش بحاجه الا ده، وان هي خلاص هتفقد حياتها. زي ما انت بتحس في فتره من الفترات انها تفقد عملك او وظيفتك اللي انت شغال فيها، او الباب اللي ده اللي من ابواب الرزق. طب المراه لما تحس بده ايه اللي واجب على الزوج؟ واجب على الزوج طمانه الزوجه، بس مش طمانه الزوجه بكلمه ان انا بحبك، تقول له انت بتحبني. والمراه ما بتسالش السؤال ده في الغالب الا اذا كانت شعره بعدم الامان، تقول له انت بتحبني، فيقول لها طبعا 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 بحبك، امال ايه الموضوع يعني، امال متجوزك ليه يا حماده، بطل خنشره، الله يهديك، اهدى شويه. زوجتك في الوقت ده عندها شعور بعدم الامان لما تسالك السؤال ده، في الغالب عند النساء لما تسال السؤال ده تقول لك انت بتحبني، بالذات لما تكون مش مبتسمه ولا سعيده ولا فرحانه وبين عليها الحزن والهم والقلق والخوف، تقول لك انت بتحبني، انت بطلت تحبني خلاص. ولا مين اللي قال لك الكلام؟ ما انا اتجوزتك ليه يعني؟ لو مش بحب واحده انا هجوزها يعني؟ ويتنفط كده وبرق بعينه وفايبريشن كده، ما ينفعش يا حماده الكلام ده. زوجتك في الوقت ده حاسه بعدم الامان، والفكره دي مسيطره على دماغها. اعمل ايه؟ حسسها. واحد، الطمانه. اعمل ايه؟ ضمان صدرك وعانقها، خدها في حضنك يعني وطبطب عليها، ولكم جمع الله عز وجل بيننا في الخير. ازاي وانت امراه صالحه تقيه دينه لا احبك؟ ده انت باعمالك الصالحه دي ربنا وضع حبك في قلبي. اتكلم معاه كلام زي ده، مش بحبك وخلاص وخلصنا، لا 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 لا، ادي دلائل 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 عشان تطمنها. لسه برضه قلقانه، لاحقها، دي الخطوه الثانيه، لاحقها، اجري وراها يعني، مش اجري وراها في الشقه اقصد كده، لاحقها بكلامك. ممكن تبقى تاخد فتره، تبقى صعبه المراس لتعرف تتعامل معاها في الحته دي، بس ها كمل 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 كمل، خلي نفسك طويل شويه عشان لما تطمئنها هتهدى والشعور بعدم الامان هينصرف عنها. تمام؟ حصل مشاده بينك وبينها، لازم تطمنها في الوقت ده، لان لما يحصل في خلاف ومشكله اول حاجه بتيجي تصور عند المراه ان الحياه انتهت، فبتشعر بعد بعدم الامان والتوتر. طب لما تحصل مشكله زي دي، انتوا الاثنين حصل مشكله بينكم خلاف، لازم ساعه المشكله تشعرها بالامان وتشعرها ان هي زوجتك. ولا ليس معنى ان حصل مشكله بيني وبينك الوقت ان انا مش بحبك ابدا، ده انت زوجتي وحبيبه قلبي وام اولادي، الا ان انا معترض على السلوك اللي انت عملتيه. يا سلام عليك، ما شاء الله، ده بنسبة كبيرة جدا تتعدى 60% بيخلي المرأة تهدأ وتعتذر لك عما بدر منها. ده أي أسلوب؟ أما ساعة المشكلة، أنا كرهت اليوم اللي اتجوزتك فيه، ده كان يوم أسود، الله يسامح حم هي لبستني التلبسة دي، هو أنا تصدت في نظري؟ أنا كان قدام النسوان والنساء والنسوة والحريم قد كده، إيه اللي خلاني آخد من بيتكم؟ هو ده بيت ده؟ يا دي عيلة دي؟ يا دي أسرة دي؟ وتعدوك رجالة؟ كل الكلام ده مدمر لنفسية المرأة، وما تستعدش نفسيتها من جديد إلا بعد فترة يا حبيبي. عشان كده بقول لك خلي بالك في كلام تقوله وكلام ما تقولوش. بخلاف واحد بقى حصل خلاف ومشكلة، يفرق بقى يقول لزوجته أنت حبيبة قلبي، مع الخلاف اللي حصل بيننا والتعدي اللي حصل منك، إلا إن أنا بحبك فعلا لصفات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ولكن كل اعتراضي على سلوكك. جميل، وخدتوا هدنة انتوا الاثنين، سكتوا شوي، بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة ارجع لزوجتك وعانقها وقول لها انا اللي انا معترض عليه منك سلوكك الخطأ اللي انت عملتيه، اما ان انت حبيبة قلبي ام اولادي لا استغنى عنك طرفة عين. قال انت حبيبة قلبي وقرة عيني وملك فؤادي، الكلام ده في الاحلام. لا يا حمادة، الناس الصالحين بيعملوا كده، والناس المثقفين تربويا بيعملوا كده. اما اللي عاوز مشاكل في بيته ماشي بمزاجه، يقول لك يا عم لو عملت كده هتركبني، سيبك يا عم من الشغل القصص الخيبانه دي وصحبه السوء، اعمل اللي سيدنا النبي عمله
وتعامل مع زوجتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. الرفق والود والحب والتآلف والكلام الرقيق، حتى ساعة الغضب لو بدر منك ما بدر وحصل بينك وبين زوجتك كلمات، لازم تملك نفسك عند الغضب وتقول كلام زي ده عشان تشعل زوجتك بالأمان. لأن الزوجة ساعة أي مشكلة حس إن الدنيا خربت وإن ده آخر علاقتك الزوجية بيها وهتطلقها. ولذلك لما بتشعر بعدم الأمان بتطلعنا بكلمة تقول لك طلقني. في الوقت ده ما تبصش لكلمة طلقني، افهمني وانت راجل طيب رحمك الله، صلي بقى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زوجتك لما تقول لك ساعة الخلاف والمشكلة طلقني، ممكن تضرب دماغها في الحيط وممكن تعملها أقبح نفسي سكينة لو ما طلقتنيش. ماشي، ما تبصش لكلمة طلقني اللي قالتها لك. ساعتها لازم تترجم على طول ان زوجتك حاسه بعدم الامان التام في حياتها الزوجيه، وحاسه ان ده المشكله دي نهايه حياتها معاك، محتاجه منك ساعتها تعمل ايه؟ طمئنها، واجب عليك تطمئنها. تقول لها الجملتين دول فرق كبير جدا بين سلوكك وبينك انت. انت انا بحبك وفيك افعال صالحه 1 2 3 4 5، ولكن سلوكي ده هو الذي لا ارضاه. شحنة الغضب اللي كانت عندها تبدأ الزوجة تهدأ وتستقر أكثر وأفضل. عشان كده بقول لكل رجل وكل امرأة، الرجل والمرأة كائنان مختلفان. الرجل والمرأة إيه؟ كائنان مختلفان، ونجاحهم في حياتهم بيتوقف على فهم كل منهما للآخر وكل منهما لطبيعة صاحبه. تعرف إن الزوجة كده، دي طبيعة الزوجة. زي ما أنا ذكرت لك مثال، إن الزوجة لما تقول لك أنت بتحبني، وبالذات لو كنت مش مبسوطه ولا سعيده وعندها توتر وقلق وخوف وضاير عليها، اعرف ساعتها ان الزوجه حاسه بشعور بعدم الامان، فلازم انت تطمئنها وتلاحقها بهذه الطمانينه. جميل؟ جميل. زي ما قلنا برضو ان الزوجه لما تفهم طبيعه الزوج، ان الزوج لا يتغير بالشوكه وبالسكينه، اتغير اتغير، يلا يا حماده اتغير، يا حماده اتغير، مش هيتغير. فجوزك مش انت. وربنا عز وجل يقول في القران: وليس الذكر كالأنثى. اقبل الزوج كما هو كده بسماته دي وصفاته دي، واعرف انه مختلف عن كل الناس، واقبل بسلبياته وإيجابياته. وفضل الله عز وجل لما تملأ قلبك بحبه الأمور هيبقى فيها طمأنينة وسكينة، وفضل الله سيتغير للأفضل وللأحسن. طيب، قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها، نقطة رابعة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي يدنس نفسه بالمعاصي والذنوب تعمله مشاكل كبيرة جدا، خاصة حالات العشق اللي بين الشباب والفتيات، وحالات الحب اللي أكثر وهم بين الفتيات، وفي قليل من الحب حقيقة. عاوز أقول مشكلة كبيرة جدا، إن في حاجة اسمها أزمات الحب. انت بتحب؟ اه بحب ربنا وبحب سيدنا النبي وبحب الصحابه وبحب امهات المؤمنين وبحب امي وابويا وبحب اخواتي واخواتي وبحب زوجاتي واولادي، كل ده كويس. يعني بتحب زوجتك؟ اه بحب زوجتي. وانت بتحب زوجتك؟ لا يا عم الشيخ بطل لك الكلام ده خلاص، سلمنا نمر. لا يا عم انت راجل سكر وحبيبنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها: اني رزقت حبها. الله اكبر، اني رزقت حبها. وعن السيده عائشه دي عن السيده خديجه، وعن السيده عائشه لما: من احب الناس اليك من الرجال؟ قال فلان. ومن النساء؟ قال عائشة. ده الحب بتاع الزواج. تعالوا لقبل الجواز، ودي لكل بنت ولكل شاب وقع في مسألة الحب والعشق. في حاجة اسمها أزمات الحب. العلم الحديث أثبت وجود أساس علمي لأزمات الحب، فقد تبين أن الإنسان عندما يكون في حالة حب، يكون في حالة حب، ففي مادة اسمها مادة الاندروفين، مادة الاندروفين. المادة دي ربنا عز وجل خلقها ان هي مسكنة طبيعيا في المخ. فما يحصل فيه نشوة وحب، المادة دي بتفرز بطريقة أكثر من المعتاد. ساعتها المحب بيشعر بإيه؟ بالنشوة والهدوء
من جراء علاقة الحب التي يعيشه. طب لما يحصل بقى في مشاكل وابتعاد الطرفين عن الآخر، الولد دالها بومبا وراح يتجوز، أو البنت سابته وشافت غيره، أي سبيل بقى، إيه اللي بيحصل؟ مادة الإندروفين بتعود إلى مستوى إفرازها العادي أو أقل، وده بيؤدي إلى ظهور الأعراض اللي بيحس الأعراض الانسحابية اللي بيحس بيها إخواننا المدمنين، ربنا يتوب عليهم. يا الله. والتي تؤدي إلى المعاناة النفسية الشديدة، أعراض تؤدي إلى المعاناة النفسية الشديدة، والتي تشبه في حدتها الإدمان على المواد المنشطة. ليه؟ زيادة من، وده بيعود إلى إيه؟ يعود من زيادة، من زيادة في إفراز مادة الإندروفين. لذلك من المهم أن نعلم، بالذات الجماعة اللي بيحبهم، والإنسان يعرف إن اللي بيعيش هذه الحالة، حالة الحب الحرام، ويحصل فيه تباعد من الطرفين للآخر، تبدأ تحدث له أعراض، وتحدث له معاناة شديدة. تلك المعاناة لها أساس عضوي في المخ، أي أنها تشبه المرض الحقيقي، وأن هذا المرض هو الأعراض الانسحابية من جراء تباعد الحب، أي ابتعاد أحد الطرفين عن الآخر. يا الله. شفت أزمات الحب تعمل إيه؟ مشي الشباب والبنات في الحرام، وكلامه على الفيس، وتصويرهم سيلفي مع بعض، وبعشائك وبحبك، والخروج ومسك ايديها والكلام معاها والهزار والضحك والتصوير والكلام ده، والكاميرات والاختباء ليلا وراء الكاميرات وما يحدث من حرام. لما يحصل فيه تباعد احد الطرفين عن الاخر، تبدأ تحدث الازمات النفسية والمعاناة النفسية الشديدة التي تشبه نفس الازمات اللي بيتعرض لها المدمنين. عشان كده بقول لكل بنات وكل الشباب، أقول لك يا بنت حافظ على نفسك، وما تقعش في شيء من مثل هذا، وحافظ على نفسك جسمانيا، حافظ على نفسك نفسيا، حافظ على نفسك إيمانيا، واكتمل اللي عندك ده لما ربنا عز وجل يمن عليك بزوج صالح، فرغي اللي أنت عاوزاه مع هذا الزوج. وكذلك بقول لكل زوج، بقول لكل شاب مقبل على النكاح، مقبل على الزواج، بطل الشغل الحرام ده، بدل ما تصاب بمثل هذه الأعراض، وده يؤدي إلى تدميرك نفسيا، وإلى وجود حالات القلق النفسي وحالات الاكتئاب الحاد، والمشاكل اللي بيتكلم عنها الأطباء علم النفس والمختصين في الأمور النفسية. ابعد نفسك عن مثل هذا، واكتم هذه المشاعر لما ربنا عز وجل من عليك بزوجة صالحة. ابدأ فرغ اللي في قلبك واللي عندك لزوجتك لما ربنا عز وجل من عليك بالزواج إن شاء الله تعالى. احنا اتكلمنا وقلنا ان الزوجة لما تشعر بعدم الامان، هذا الامر بلا شك يؤدي الى مشاكل كبيرة جدا. لما بتقعد تقول لك انت بتحبيني بتحبيني بتحبيني، معناها ان الزوجة ساعتها حاسة ان انت فعلا مش بتحبها، وعندها شعور بعدم الامان، فينبغي عليك ان انت تطمئنها يا حبيب قلبي، وان انت تستمر في ملاحقتها، ولو حصل في نوع من الغضب او الانفعال يجب ان انت تقول لها كلمتين، تقول لها ان انا بحبك وبقي على حياتي معاك، الا ان انا معترض على سلوكك ليس اكثر. طيب، كذلك يحتاج الرجل من المرأة ان تعلم ان الرجل في حاجة شديدة الى الشعور بالاحترام والتقدير اكثر من الحب. زوجك ربنا عز وجل من عليه بوظيفة احسن، أو فكر في مشروع ونجح فيه، أو ربنا عز وجل من عليه عمل حاجة حلوة في حياته، فاللي متوقع زوجك منك أن أنت أول ما عمل الحاجة الجميلة دي أن أنت تدفعيه دفعا إلى الأمام وتقدريه، كم أنا فخورة بأنك زوجي، أنا في منتهى السعادة أن أنا ربنا عز وجل أكرمني بزوج زيك. ده بيدل على الاحترام وعلى التقدير. وعدوا يقولوا طول النهار انا بحبك انا بحبك انا بحبك، اي لاف يو، انا بحبك، اي لاف يو، انا بحبك، كلمات الحب الكتيره دي، عدوا يقولوا طول النهار كده، ولكن لا شايف منك احترام ولا تقدير. اول كلمه يقولها لك، لو انت فعلا بتحترميني، لو انت فعلا بتحبيني هتحترميني وتقدريني. وده اللي عاوزه الازواج من الزوجات،
اللي عاوزه الرجال من النساء. لما الرجل يشعر ان حضرتك مش بتوقريه ولا بتقدريه ولا بتحترميه، صدقيني بتخسري كثيرا جدا جدا في حياتك الزوجية. عشان كده بقول لك يا اختي ادفعي زوجك دفعا الى الامام. عمل اي حاجه، جاي من الشغل تعبان، جاب لكم حاجه في البيت ولو كانت قليله، تذكرك بهديه بين الحين والاخر، ربنا من عليه مشروع جديد، خد ترقيه في عمله، اي ادفعي الى الامام، حسسي ان انت تحترميه، ان انت تقدريه. ولكن لما انت تقول بحبك 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 والكلمه الحب لها مناقض في الواقع، بلا شك بان الزوج بيوصل له شعور ان انت بتنصبي عليه، بتضحكي عليه، بتمثلي عليه، وبلا شك هذا يؤدي الى العكننه في حياتك الزوجيه، في حياتك الزوجيه. انا عايز اقول للزوج تعامل مع النساء بطريقه مختلفه، تكسب ساعتها ود الزوجه وحب الزوج. المراه مثلا هفترض اكله بتعملها الاول مره، والاكله دي اتكلفت 60 جنيه، انت جبت مثلا نصف كيلو لحمه على قدك انت وزوجتك مثلا لو انت متجوز جديد ولا حاجه، وجابت شويه حاجات حوالين اللحم عشان هتعملها اكله جديده اول مره تعملها وانت طلبتها. الزوجه عملت الاكله دي، دخلتها الفرن، كان الملح زياده، جه الاكل قدامك قالت لك قول لي بقى رايك، تعمل لازم ايه الزفت ده والهم ده، الله ينتقم منك يا شيخه، دفعنا 60 جنيه في الاكله دي والاخر الله يسامحك ومش عارف اعمل ايه وادي ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت لما عملت كده الضغط ارتفع والسكر عندك اتلخبط وعكننت على مزاجك وعكننت عليها وكسرت بخاطرها وعملت مشاكل كبيره، والاخر هتترمى الاكله في الزباله او ان انت هتاكل وانت مضطر وخلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعامل مع المرأة مع الأخطاء بطريقة مختلفة طالما الأخطاء غير مكررة. عملت الأكل بالطريقة دي، ما تهجمش مرة واحدة، ابدأ تذوق حاجة بسيطة كده، معلقة صغيرة ولا حاجة، لقيت الملح زائد هتموت خلاص، كل على قد ما تقدر، كل عيش، كل أرز، كل سلطة الله يكرمك، وكل على قدك. زوجة تقول ايه رايك؟ قول الله اكبر، الله اكبر، ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ عملتها ازاي دي؟ لا 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 انا مش متش متوقع ان الاكل يطلع بالطريقه دي، ده انت طباخه ماهره، ولا الشيف ابراهيم، ابراهيم مين؟ بس اي حد وخلاص. ماشي؟ وبعدين قول لها بالله عليك ما تنسى بقى تعمل لك كوبايه شاي حلوه كده ولا نسكافيه، هتقوم جري على طول وهي قاعده على طول، طب خلاص لما اكل او هتقوم كل انت سلطه واملى بطنك سلطه عشان ايه يبقى شبعت. تمام؟ وبعدين بعد ساعتين ثلاثة أربعة كده وزوجتك بقى نسيت القصة وخلاص اطمئنت إن الأكل جميل، ولا ما شاء الله على إن إيه الروعة اللي أنت عملتها دي، بس لو إحنا خففنا الملح شوية أحسن إن الموضوع هيكون أفضل وأحسن وأرقى. عارفة الملح مضر بالصحة والواحد ما يتقلش فيه قوي، يعني خلي بالك بس من النقطة ده الله يكرمك، يبقى الملح يعني خفيف عن كده شوية ببساطة جدا وبسهولة وبيسر، والأمور وصلت للزوجة، وصلت لها اللي أنت عاوزه بطريق غير مباشر بدل ما تكسر بخاطرها. زوجتك متزينة لك بطريقة معينة بس عاملة لك استفزاز، حط حاجات قد كده على وشها وعلى ايديها ومش عارف عاملة ايه ولابسة الصيغة بتاع الجزارين دي اللهم بارك، يعني دي مش طريقة راقية في اسلوب التزين للزوج، طالما مش عاجباك ماشي تقبلها في الحالة دي، ما تكسرش بخاطرها وفوت ساعتين ثلاثة أربعة يوم كامل يومين وابدا اتكلم معاه، لا ما شاء الله اللمسات الخفيفه دي، اللمسات المخماريه الجميله دي، البسيطه السهله دي، بتكون ارقى وافضل عند النساء. كلام كده، وهذا بفضل الله تعالى لا هيكسر خاطرها بل هيمتلئ قلبها بحبك وودك والتودد اليك واحترامك وتوقيرك، وعلى انك انسان بتفهم، لانك انسان بتزداد بفضل الله تعالى تفهم في الاصول كويس وما تجرحش الاخرين. نصيحه زوجيه اخرى في حياتنا الزوجية، لا نعتمد على الآخرين في حل مشكلتنا. حاضر يا عم عدنان الله يسترك، ربنا يحبك يا عدنان، ربنا يحبك يا عم عدنان، آمين يا رب آمين، اضحك يا عدنان الله يسترك. لا حاضر، لا تعتمد على الآخرين في حل مشكلتك، اسعى أنت في فهم نفسية زوجتك، عشان بفضل الله تعالى لما يحصل عندك نوع من المشكلة
بفضل الله تعالى تقدر ان انت تحتوي المشكلة وتفهم زوجتك اتصرفت التصرف ده ليه معاك. وعشان تكسب زوجتك كمان شارك زوجتك وجدانيا. ايه اشارك نفسي وجدانيا؟ حصل لك نوع من السرور فرحة بسبب حاجة معينة، شارك زوجتك معاك. حصل لك نوع من الحزن والألم، شارك زوجتك معاك. اللي عمل الكلام ده يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده لا ينقص من الرجولة الرجل. لأن في ناس كتير فاهمة، وده مشاكل كبيرة جدا. ولما بتكلم بالذات لما بكون بعمل يعني كتاب أو حاجة، كتاب جديد أو حاجة، وبعدين ببدأ أتكلم مع الرجال وأتكلم وزوجتي مثلا أتكلم مع النساء أو الرسائل اللي بتجيلي وأتناقش مع الأخوات، كثير من الرجال فاهم إن أنا لما أتكلم مع زوجتي في الحاجة اللي ألماني، الحاجة اللي تعباني، إن ده بينقص من رجولتي. أنت فاهم غلط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، لما أمر الصحابة بالتحلل، مش حديث أبو سلمة، حديث السيدة عائشة رضي الله عنهما، أمر الصحابة بالتحلل، فالصحابة ترددوا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي معه. ترددوا في تنفيذ أمر النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع من الغضب. فلما دخل على زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، شافته غضبان. قالت: من أغضبك أدخله الله النار. يا الله، هي عرفت منين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضبان؟ نظرت في وجهه، والإنسان دائما يستقرأ من وجهه. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بيسألها: أين ابن عمك؟ ما قالش لا فين علي بن أبي طالب، فين ابن فين زوجك، إنما قال لها: أين ابن عمك؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ وجهها، فعلم أن هناك خلافا بينها وبين زوجها، فأراد أن يرق قلبها على زوجها، فذكرها بالقرابة اللي بينهم، فقال لها: أين ابن عمك؟ مع أن علي بن أبي طالب يبقى ابن عم سيدنا النبي، مش ابن عم سيدنا فاطمة. لما حدث خلاف بين الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبين عمر بن الخطاب، وقد دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا عن ركبتيه، رافع الثوب عن ركبتيه، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف أبو بكر كده رضي الله عنه قال: أما إن صاحبكم قد غامر، يعني دخل في خصومة. النبي عرف منين؟ حين رأى منه هذا. فأنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، استقرأت وجهه، شافت عليه علامات الغضب، زعلان من حاجة ومتضايق من حاجة. قالت له: من أغضبك أدخله الله النار. شوف النبي يقول لها إيه، يقول السيدة عائشة: أما شعرتي؟ يعني أنت يعني بيقول لها: يا صاحبة الحس المرهف، يا اللي أنت بتحس باللي أنا فيه، يا اللي بتشعري بقلبي وتشعري بمشاعري وحاسه بكل اللي أنا فيه. شوف الصحابة عملوا إيه، ترددوا في تنفيذ أمري، كأن سيدنا النبي يقول لها كده. فلما يقول لها: أما شعرتي؟ نقول تاني معناها إيه؟ يعني يا صاحبة الحس المرهف، يا زوجتي، يا حبيبة قلبي، يا شق التاني، يا ملك فؤادي، يا اللي بتحس بفرحتي وهمي، يا اللي تحس بسعادتي وحزني. يا الله، يبقى ناخد من ده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الازواج: خلي زوجتك تشاركك وجدانيا، لان لو انت ما عملتش ده بترجمه غلط في الغالب، ان انت كارهها، مش طايق العيشه معاها، شاكك فيها، تشك في نفسها، انا مش حلوه، انا مش جميله في عينه، انا مش ماليه عينه، يبقى عارف نساء غيري، يبقى يعمل عامله سودة هيتجوز عليا. شوف الزوجه بجيلها ايه، وكل ده بسبب حضرتك، عشان انت فاهم غلط، وانا وانت وكتير من الرجال فاهمين غلط، ان انا لما اقول اشعر زوجتي وجدانيا بما انا فيه من فرحه وسرور وحزن وهم، يبقى ده هينقص من رجولتي. لا يا حبيب قلبي، سيدنا النبي هو افضل الخلق، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيدنا النبي هو أسوتنا، خد منه بقى. لما حصل عنده مشكلة رجع، والدليل على كده كمان في كتاب بدء الوحي صحيح البخاري،
الناس عطلان لما اتصلت الارض بالسماء بنزول القران وقال له جبريل اقرا، قال ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الناس عطلان خد الحمل التقيل ده، واول ما راح لمين؟ راح لزوجته السيده خديجه، لانها بتشاركه وجدانيا، حد يقول لها شاركيني وشيلي عني اللي انا فيه. وقص لها القصة بنزول جبريل عليه السلام واتصال الأرض بالسماء ونزول القرآن واللي حصل اللي كل الناس عارفاه. شهد السيدة عائشة قالت له إيه؟ السيدة خديجة شاركته وجدانيا رضي الله عنها وأرضاه. فقالت له إيه؟ صلى الله عليه وآله وسلم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم، تعينوا على نوائب الدهر. الله أكبر، ثبتته، كانت من عوامل الثبات. بس ثبتته إمتى؟ لما هو شاركها في همومه وقال لها شاركيني في همومي، أنا حصل كذا 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 كذا. يبقى تفهم إن تمام وكمال الرجولة إنما يحصل لك خلاف برة، ما تحكيش مع كل الناس وتمنع زوجتك، هي أولى الناس بيك، تشاركك في اللي أنت فيه، حتى لو ان انت مقصر مثلا معها ماليا ومش عارفة اللي عندك هتقدرك ازاي وهتفهم ازاي ان انت مقصر ماليا من اجل ان ايدك ما فيش فيها. يبقى ينبغي ان انت تشارك زوجتك وجدانيا، فلربما كان تفكير الزوجة افضل من تفكير الف رجل، لربما كان تفكير الزوجة افضل من تفكير الف رجل. أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كذلك برضو لما الصحابة يعني ترددوا في تنفيذ الأمر في قصة في التحلل لما كان في العمرة؟ يبقى احنا عايزين نقول يا جماعة يا أخواننا يا أحبابنا يا زوج يا صالح، خليك على هدي سيدنا النبي. شوف سيدنا النبي عمل إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشاركه وجدانيا، لما هو قال لها أما شعرتي مش حاسة باللي أنا فيه؟ أو لا بيقول لها يا اللي انت حاسه باللي انا فيه، يا صاحبه الحس المرهف، يا اللي بتشاركيني في كل همومي واحزاني وبتشاركيني في فرحتي وسعادتي، الصحابه عملوا كذا 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 كذا. الله اكبر. يبقى عشان تكسب ود زوجتك وتكسب قلب زوجتك شاركها باللي انت فيه، الا اذا كانت الزوجه تكشف اسرارك، اسرار يعني، وتخرج أسرار البيت إلى الخارج، ففي هذه الحالة قلل من الكلام معها إلا في الأمور العامة، حاجات لو أنت قلتها لن تضرك. آخر حاجة عاوز أوصي بيها، لأن أخونا عدنان بيقول لي اللقاء انتهى، أوصي بيه كل أب كل أم كل أخ مقدم على الزواج كل بنت مقدمة على الزواج، الحياة الزوجية تحتاج إلى مذاكرة وإلى تعلم وإلى تدريب، تحتاج إلى مذاكرة، إلى تعلم أولا وإلى مذاكرة وإلى تدريب، وإن لم نفعل هذا تبقى السعادة الحياة الزوجية في الغالب غير سعيدة، صلاح هذا المجتمع بصلاح الأسرة، ولن تنصلح الأسرة إلا بصلاح الزوج والزوجة، والزوج والزوجة مش هينصلحهم إلا بالتأسيس والتأهيل قبل الدخول للحياة الزوجية، ولن يكون ذلك إلا بالقراءة وإلا بالتعلم والمذاكرة والتدريب قبل الدخول الحياة الزوجية. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. بفضل الله تعالى عاملين 5 دورات على مدار الأسبوع، دورة على النت ودورة في المنيا ودورة أخرى في شبرا ودورة في حدي القبة ودورة في دار السلام. اللي عاوز يعرف مواعيد الدورات ويحضر معنا في المساجد بفضل الله تعالى، ودورات مجانية لا نتقاضى عليها أجرا في المسجد، ادخلوا على صفحتي الرسمية صفحة عبد الرحمن منصور، وبفضل الله عز وجل الإعلانات موجودة، تعرفوا المواعيد ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى على الخير. هذه ليلة الجمعة فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمنا بذلك، قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تنسوا إخواني وأحبابي الذهاب إلى الرجال غسل الجمعة، لبس أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من طيب، إذا إلى الجمعة مبكرا وأنصت أقترب من الإمام،
سورة الكهف موقوفة على الصحابة تصح مرفوعة إلى النبي، حافظ عليها وخد معك أولادك، عندك ساعة إجابة في من يوم الجمعة لا بعد العصر على الراجح من أقوال أهل العلم. لا تنسوا أن تدعو لنفسك وأن تدعو لأمتك وأن تدعو لأخوك عبد الرحمن بالتيسير والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.